عندنا نبذة قصيرة عن اللي هو الآرمون، وبعدين أخذنا آخر إشي عن اللي هو الويرن. رايح نشير لكم السكرين اللي فيها الشابتر الأخير أو الشابتر الجديد اللي بدنا ناخذه، ويعتبر بمثابة اللي هو الوحدة الرابعة اللي هي النتورك ديزاين اند بلانينج، عملية اللي هي التخطيط والتصميم للنتورك. كيف احنا بدنا نخطط شبكة، وكيف احنا بدنا اللي هو نصممها. طبعا عملية التخطيط والتصميم شو لها علاقة بموضوع مراقبة الشبكات وإدارتها؟ إنه عادة إحنا as an admin يكون في عندنا واحد من المهمات الرئيسية كشخص أو كفريق، اللي هي عملية التصميم وعملية التخطيط للشبكة للمؤسسة اللي طلبت تصميم وتخطيط الشبكة. طبعا الشبكة لازم تتناسب من حيث الحجم ومن حيث اللي هو الواجبات اللي بتأديها مع شغل الشركة ومع حجم الشركة، مع شغل الشركة ومع حجم الشركة. إذا رايحين إحنا الأجندة تبعتنا بالوحدة هاي رايحين نسولف عن إنه شو هي النتورك، نسوي عملية ريفرشمنت للذاكرة تبعتنا يعني شو النتورك، وشو يعني النتورك ديزاين، وفي عندنا اللي هو الابروتش الرئيسي اللي نستخدمه او الميثودولوجي الرئيسيه اللي هي التوب داون ابروتش، وايضا راح يكون في عندنا نتورك ديفلوبمنت لايف سايكل اللي هي الان دي ال سي، وهي طبعا احنا بنستخدمها مع الشبكات ومع اللي هو برامج اخرى على السوفت وير تقريبا نفس اللايف سايكل. وايضا رايحين نحكي عن اللي هي نتورك اناليسيز اند ديزاين ميثودولوجي اللي ممكن احنا نستخدمها. طيب اذا نيجي بدنا نعرف اللي هي النتورك. النتورك ممكن احنا ننظر لها من منظورين مختلفات، في عندنا اللي هو المانجمنت فيو وفي عندنا التكنيكال فيو. يعني ممكن احنا نشوف الشبكة from the management view، من المشهد الإدارة للشبكة، وبالتالي بكون لي تعريف، وممكن احنا نشوفها من زاوية اللي هي technical view، وبالتالي رايح يكون لها تعريف آخر أيضا. طيب بنيجي للمانجمنت فيو، يعني الزاوية اللي بنطلع عليها الشبكة وبنعطيها تعريف من الناحية الإدارة. بالنتورك بنشوفها بهاي الحالة على أساس إنها هي عبارة عن يوتيليتي، عبارة عن كمبيوتر and their users are customers of the network utility. إذا اليوتيليتي هاي هي عبارة عن كمبيوترات مشبوكة مع بعضها البعض، وفي عندنا اللي هو اليوزرز اللي هي المستخدمين are customers of the network utility. أيضا من الأشياء الرئيسية اللي لازم احنا نعرف بها الشبكة من زاوية الإدارة، انه الشبكة نفسها لازم انها يعني تكون متوافقة مع متطلبات اللي هو الزبائن أو الأشخاص اللي بتعاملوا مع هاي الشبكة. يعني إحنا في عندنا شبكة، الشبكة هاي أسسناها على أساس إنها تقدم خدمة لفئة من الناس، فضروري جدا إنه هاي الشبكة تكون عندها القدرة إنها توفي متطلبات ومستلزمات والكاستمرز، بحيث إنه تسوي لهم عملية اللي هي الإرضاء أو satisfaction. إذا الكمبيوتر usage increases
So does the requirements of the network utility. إذن كل ما زاد اللي هي عدد المشتركين في هاي الشبكة، عدد الكاستمرز اللي بيكونوا عندنا موجودين داخل الشبكة، كل ما بزيد استخدامهم لهاي الشبكة رايح تكون المتطلبات مختلفة، وبتكون حجم المتطلبات اللي لازم تأديها هاي الشبكة اللي زادت بتنفذها هاي الشبكة بتكون برضو أكثر. أيضا من اللي هو المانجمنت فيو أو من وجهة نظر اللي هو الإدارة، ممكن إحنا نعرف الشبكة على أساس اللي هي الريسورسز ذات ويل بي يوز تو مانج ذا نتورك، يعني الريسورسز اللي احنا ممكن نستخدمها او اللازم ضرورية او المتطلبات الضرورية لإدارة الشبكة تبعتنا. الآن النتورك يوتيليتي از نوت فري، زي ما احنا قلنا انه الآن الشبكة اوجدناها على اساس انها تلبي متطلبات لفئة معينة من الكاستمرز، وقلنا أيضا أنه كل ما زاد عدد الكاستمرز وعدد النيدز أو عدد الاحتياجات أو طرق الاستخدام لهي الشبكة بزيد اللي هي الريكويرمنتس، وبالتالي هاي الشبكة حتى تقدر تكون مواكبة لمتطلبات الكاستمرز إذا لازم يكون في عندنا يدفعوا مقابل هاي الخدمة اللي بتقدمها هاي الشبكة. إذن the network utility is not free، يعني ما بتكون مجانية. So someone must pay the cost of installing and maintaining the network. إذن الشركة أو المؤسسة اللي أنشأت هاي الشبكة هي اللي بتكون مسؤولة عن دفع تكاليف هاي الشبكة وأيضا القيام على صيانتها وتحديثها. طبعا عملية الصيانة والتحديث إنه حتى تبقى مستمرة بالأداء تبعها بحيث إنه تقدر تحصل على اللي هو اليوزرز أو الكاستمر ساتسفاكشن، إنه تكون راضيين عن أداء الشبكة. المان باور is required to support the network utility. ايضا اذا هاي من ناحيه اللي احنا نعرف الشبكه على اساس اللي هي الاداره، على اساس الاداره. في عندنا ايضا اليوتيليتيز دو نوت برينج ماني انتو ذا اورجانيزيشن اكسبنس ايتم تو ذا كوربوريشن اند كانوت جاستيفاي نتورك بيست اون برودكتيفيتي اللي هي improvements. As a network designer كمصمم للشبكة، انت بحاجة انك تسوي عملية explaining to management how the network design even with the high expense can save money or improve the company business. الآن أحياناً اللي هو الديزاينرز اللي بيصممون الشبكات، يعني لو كان في عندنا مؤسسة، هاي المؤسسة بحاجة اللي إلى إنشاء اللي هي شبكة، الشبكة هاي بدها تكون زي ما قلنا يتم استخدامها من قبل مجموعة من الكاستمر اللي بيشتغلوا عليها أو بيستفيدوا من الخدمات اللي بيقدموها. الآن الديزاينر هون الواجب الرئيسي لهم أنهم يحطوا لنا تصميم لهاي الشبكة بمختلف مكوناتها بحيث أنه يراعوا الحاجة اللي من أجلها أو وجدت هاي اللي هي الشبكة. الآن if you cannot get the information your customers are asking about due to a network that is down, they may go to your competitor. الآن احنا صممنا الشبكة تبعتنا بحيث نسوي عملية satisfaction لفئة معينة من الكاستمر،
الآن إذا الشبكة تبعتك بعد ما أنت صممتها وكلفت على الأورجنايزيشن على المؤسسة أو على اللي هو على المؤسسة أو على الدائرة كلفت مبالغ. الآن إذا كانت هاي الشبكة غير قادرة على أنها توفي اللي هو متطلبات ومش قادرة أنها تسوي عملية ساتسفاكشنز لليوزرز، الآن الكاستمرز بيبحثوا عن اللي هو شبكات ثانية، بيبحثوا عن شبكات ثانية. الآن نعطيكم مثال بسيط، اللي نفترض انه انت كنت مشترك في عندنا شبكة الشركات اللي بتقدم خدمة الانترنت. في عندنا شركات متعددة مثل اللي هو الزين والأمنية والأورنج. لنفترض انه انت كنت مشترك بخدمة مع واحدة من هاي الشركات، وأصبحت ليت لي الخدمة اللي بتقدمها بطيء، يعني النت بطيء، صار عندك النت متقطع، الإرسال والاستقبال غير واضح. فأنت بهاي الحالة كونك أنت قاعد بتدفع مصاري للشركة هاي مشان يوصلوا لك الخدمة هاي، أنت الآن تصير تبحث عن بديل. بما أنه في عندنا شركات ثانية موجودة بديلة، إذا أنت رايح تتحرك للي هو شركة ثانية. هذولا اسم من الشركات المنافسة، اسمهن الشركات المنافسة لنفس الشركة لأنه قاعدة بتقدم لنا نفس اللي هو الخدمة. إذا you need to understand how the network assists the company in making money and play on that strength when you are developing the network design proposal. إذا isn't as a designer بتنظر للشبكة من منظور اللي هي المانجمنت فيو as a designer، إنه هاي الشبكة هي الهدف الرئيسي منها هدف إنشائها ربحي. بمعنى آخر إنه أنت بده يكون عندك زباين، والزباين هذول رايحين يستخدموا اللي هو الشبكة، وبالتالي أنت المنظور الرئيسي من الأشياء الرئيسية اللي أنت بتنظر عند تصميم هاي الشبكة، إنه بتنظر من حيث لما أنت بدك تسوي عملية تحديث وتحسين، وخصوصاً في وجود اللي هو الكومبيتيتورز اللي هم الناس او الشركات اللي بتقدم نفس الخدمه والمنافسه إليك. وبالتالي انت دائما باستمرار تكون في حاط باعتبارك انه الخدمه اللي انت بدك تقدمها ضروري جدا انه يكون في لها انهانسمنت وديفلوبمنت، ومش ثابت من حيث المعايير والمقاييس، بحيث تلبي احتياجات السوق، بحيث تلبي احتياجات الناس اللي بيستخدموا هاي الشبكه. أيضا as an admin and designers try to show direction correlation between the network design project and the company's business. يعني حطيت التصميم، الآن جدا ضروري إليك as a designer إنه تبين أو الفكرة تكون واضحة ما بين اللي هو الهدف الرئيسي للشركة وما بين اللي هو يعني البزنس تبع الشركة، الشغل تبع الشركة. على سبيل المثال انك تقدم خدمة الانترنت للزبائن الموجودين في منطقة معينة، يعني الآن لازم انت تكون عندك العلاقة واضحة ما بين اللي هو Network Design Project and اللي هو Company Business. الآن because you want faster network، مثلا على سبيل المثال انت بدك نت الخدمه فيه تكون سريعه. is not good enough the question that management send back is why do I need a faster one. الان اذا انت الشبكه تبعتك تعتقد انها بتقدم خدمه النت بسرعة معينة، الآن إذا بدك تسوي عملية development لهاي الشبكة بحيث إنه السرعة تكون عندك أكثر وأعلى، طبعا عملية إنه يصير في عندنا
السرعة تبعتنا تزيد، معناته في رايح يكون متطلبات جديدة مكلفة للشركة تبعتنا أو الشبكة تبعتنا. هاي التكاليف تترتب على الشركة اللي أنشأت هاي الشبكة، وبالتالي إحنا لازم نبين ونوضح as a designer إنه ليش إحنا ممكن إنه نحدث الشبكة بحيث إنه نزيد السرعة اللي بتقدمها قاعدة للكاستمرز. لازم يكون في عندنا رؤية واضحة ليش إحنا ممكن إنه نسوي السرعة أكثر وكيف بدنا نوفرها وشو السبب. مثلا على سبيل المثال، السبب إنه الأجهزة الآن مثلا على سبيل المثال ضروري جدا إنه عملية تنزيل بيستخدموا برامج كثيرة، بيستخدموا برامج متنوعة، عملية التنزيل والتحميل لهذه البرامج لازم تكون على سرعة أعلى. اثنين، في عندنا احنا منافسين ممكن انه يقدموا خدمة افضل للناس اللي بيكونوا موجودين مع هاي الشبكة. الان نيجي من منظور اللي هو التكنيكال فيو، من المنظور الثاني اللي هو التكنيكال فيو. اذا احنا ممكن نعرف النتورك من منظورين زي ما حكينا بالبداية، from the management view and from the technical view, from the management view and from the technical view. الآن technical view النتورك relay can be thought of as three parts and they all need to be considered when working on network design a project. اذا من التكنيكال فيو احنا ممكن نشوف الشبكه على اساس انها عباره عن ثلاث عناصر رئيسيه متضافره مع بعضها البعض، هي اللي بتكون عندنا الشبكه، اللي هي في عندنا اول شيء الكونكشنز، وفي عندنا الكوميونيكيشن بروتوكول، وفي عندنا السيرفيسز. اذا الكونكشن الكومبوننت رقم واحد، كومبوننت رقم اثنين مكون للشبكه للكوميونيكيشن بروتوكولز، والمكون الثالث السيرفيسز. بنيجي الان للمكون الاول. المكون الاول هو عبارة عن اللي هو provide by الهاردوير that ties things together. إذا هي عبارة عن الوسيلة اللي بتربط لنا مكونات الشبكة مع بعضها البعض، تربط لنا مكونات الشبكة مع بعضها البعض، مثل الواير فايبر Wireless Transport Mechanism. إذا في عندنا الواير والوايرلس، نوعين رئيسيات إحنا بنستخدمهم. أيضا في عندنا من الأدوات اللي هي تعتبر as connections اللي بتربط الأجهزة مع بعضها البعض، زي ما أخذنا بالشابتر الأول في عندنا الراوتر. والراوتر إذا بتتذكروا قلنا هو عبارة عن جهاز بنحطه بحيث يربط شبكتين مختلفتين مع بعضهن البعض، أو شبكتين متماثلات مع بعضهن البعض. أيضا سولفنا عن السويتش، سولفنا عن الهب، وقلنا inside the local area network ممكن إنه المبدلات أو الهبس إنه يربط المجموعة مع الأجهزة مع بعضها البعض. هاي الأجهزة بتكون مربوطة مع السويتش كلها، او تكون مربوطه مع الهب اذا احنا بنستخدم الهب في ربط الشبكه تبعتنا. وايضا ممكن يكون عباره عن اللي هو الكمبيوترز، فيما اذا كان لو الاتصال ما بين اللي هو point to point between two computers. الكوميونيكيشن بروتوكولز هاي هي عبارة عن اللي هي عملية الاتصال من خلال الاستخدام البروتوكولات اللي بتقوم على عملية الاتصال. في عندنا اللي هي provided by software،
وأيضا اللي هي الـ common language for two systems to communicate with each other. يعني حتى أنه يتخاطبوا two systems مع بعضهم البعض لازم يكون إحنا نستخدم the same software, the same software حتى يقدروا يفهموا على لغة بعضهم البعض. مثل اللي هو TCP/IP اللي هي الإنترنت ويندوز أنتي على سبيل المثال، الـ IPX CPX اللي هي النوفل نتوير فور مثلا أبل تولك و other network operating system. إذا هذول operating system الميل اللي إحنا بنستخدمهن بالشبكات، وهن عبارة عن بالنهاية اللي هي عبارة عن software. الآن نيجي للمكون الثالث أو العنصر الثالث اللي بكون عندنا الشبكة، واللي هو services. services أو الخدمات. services أو الخدمات هو عبارة عن القلب تبع اللي هو النتورك، بمعنى آخر هو عبارة عن المنتهى اللي إحنا من أجله نسوي عملية ديزاين وتصميم وتخطيط وتوضيع للشبكة تبعتنا. يعني الشبكة اللي إحنا بدنا نخطط لها وبدنا نصممها وبدنا نوضحها على الأرض، بالبداية عند التأسيس لازم نكون إحنا عارفين شو الخدمة الرئيسية اللي بتتقدمها هاي الشبكة، شو الكاستمرز اللي بيكونوا موجودين وبيستخدموا هاي الشبكة شو بيستفيدوا منها خدمات. أوكي، إذا السيرفيس هي عبارة عن الهدف الرئيسي أو الشيء الرئيسي اللي إحنا لازم نكون حاطينه بعين الاعتبار لويش إحنا صممنا هاي الشبكة، ليش أوجدنا إحنا هاي الشبكة. الكوبريشن between اللي هو two or more system to perform some function applications. الآن ممكن يكون في عندنا الخدمات اللي بتم تقديمها اللي هو بين two system أو أكثر من two systems. من الخدمات اللي ممكن يقدمونا إياها اللي هو مثلا خدمة التلنت الاتصال عن بعد، في عندنا الـ FTP اللي هي نقل الملفات، في عندنا الـ HTTP خدمة الويب، وخدمة اللي هي الـ SMTP خدمة الرسائل على سبيل المثال زي الياهو وبرامج إرسال واستقبال الرسائل الأخرى. Traditional Network Design. إذا لغاية هون إحنا بنكون أعطينا تعريف للشبكة من منظورين مختلفات. المنظور الأول كان بيعتمد على اللي هو Management View، والثاني اللي هو بيعتمد على Technical View. وقلنا إنه التلخيص اللي أخذناه بالمحاضرة إنه من حيث المانجمنت فيو إحنا بنشوف الشبكة على أساس إنها بتكون هي عبارة عن لما نحط لها الديزاين أو البلانينج اللي هي عبارة عن اللي هو الكمبيوترز والكاستمرز اللي بيستخدموا هاي الشبكة، بحيث إنه إحنا تكوين الشبكة والمكونات تبعتها بتكون هدفها الرئيسي اللي هي تلبية متطلبات الناس أو الكاستمرز اللي بيستخدموا هاي الشبكة. وبالتالي بكون في عندنا اللي هو كل ما زادت التكاليف في إنشاء هاي الشبكة، وكان في عندنا حرص على أن يكون في عندنا المكونات للشبكة هاي عالية الجودة، وبالتالي يكون في عندنا إرضاء الزبائن اللي بيستخدموا هاي الشبكة، يكون في عندنا نسبته عالية. وأيضا ضروري جدا يكون في عندنا مخطط وفكرة واضحة دائما مشان إحنا نسوي عملية development لهاي الشبكة
تحسين لهذه الشبكه بحيث انه دائما باستمرار نحافظ على مستوى الرضا للناس اللي مشتركين معنا بالشبكه هاي، لانه ممكن انه الزبائن هاي تنظر او تنتقل من تلقي الخدمه من الشبكه تبعتك، تتلقاها من الشبكات المنافسه لك واللي بتقدم نفس الخدمه هاي، من حيث منظور اللي هو المانجمنت فيو، انه احنا ندير الشبكه تبعتنا، نصمم ونخطط ونحافظ على اداء الشبكه تبعتنا بما يتناسب ويتوائم مع متطلبات الكاستمرز اللي بيستخدمونا هاي الشبكه. وايضا سولفنا عن اللي هو التكنيكال فيو، انه ممكن نعرف على اساس انه الشبكه تتكون من 3 عناصر رئيسيه اللي هن الكونكشن اول وحده، وشو الثانيه يا اسماعيل قلنا عنها؟ اسماعيل شو المكون الثاني من حيث اللي هو التكنيكال فيو؟ والله ما كنت مركز معك. ممتاز جدا. عمر وليد شو المكون الثاني؟ طيب اذا قلنا كونكشن والبروتوكول والسيرفيسز، هذول هن المكونات الرئيسية الثلاثة لما احنا بننظر على الشبكة على اساس انها عبارة عن من التعريف من حيث التكنيكال فيو. وعرفنا الثلاث اجزاء الرئيسيات او الثلاث كومبوننت الرئيسيات بما يتوافق مع اللي هو تعريف الشبكة. وصلنا لعند اللي هو التراديشنال نتورك ديزاين. طبعا اللي هو رايحين نستخدم based on a set of general rules. set of general rules. لما احنا بنسوي عملية الديزاين للشبكة تبعتنا، طبعا لازم يكون في عندنا احنا رولز. هاي الرولز هي اللي بتتحكم في انه احنا كيف بنصمم الشبكه تبعتنا، انه كيف احنا بنصمم الشبكه تبعتنا. وواحد من الرولز الرئيسيه مثلا اللي احنا بنستخدمها قانون اللي هو 80/20، وهذا القانون مين اللي احنا بنستخدمه في توزيع اللي هي الرؤية لتعريف الشبكة تبعتنا من ناحية التكنيكال فيو ومن ناحية المانجمنت فيو. فبنحط نسب بحيث نسوي عملية إرضاء لتلبية المتطلبات 2 اللي هي التكنيكال فيو أو اللي هو المانجمنت فيو. إحنا لغاية تون اليوم إن شاء الله نكون أنهينا محاضرتنا، بس قبل ما ننهي المحاضرة رايحين ناخذ اللي هو الحضور والغياب. إذا بنوقف عند 80/20، مبدأ 80/20، وبالمحاضرة القادمة رايحين نتعرف شو يعني مبدأ اللي هو 80/20 في عملية اللي هي الديزاين للشبكة تبعتنا. طيب احنا اخذنا كم من كويز لغاية الان؟ اخذنا واحد وكنت بتعطينا واحد ثاني بس ما انه ما حصلش. طيب الاسبوع الجاي كون الاسبوع هذا في عندكم امتحانات المد، رايحين الاسبوع الجاي نسوي كمان كويز. اعطيناك وظيفة واحدة مشيت؟ نعم وظيفة، بس وظيفة رايحين نعطيك ان شاء الله كمان كويز الأسبوع الجاي، والأسبوع اللي بعديه رايحين نعطيكم اللي هو كمان assignment بحيث يكون في عندنا اللي هو توزيع على 25 علامة المشاركة. دكتور حكيت لنا مرة بدك تعطينا assignment عن الـ FTP،
بس ما نزلته. ما هو احيانا بيكون يعني بدك تنزل وظيفة، ردة فعل الطلاب احيانا بتكون غير مشجعة، فذلك يعني رغم انه كان الموضوع بسيط اثناء الشرح لكن ما شفتش ردة فعل من الطلاب فلغيته. على كل الاحوال نحن رايحين نسوي يعني just one، يعني على كل الاحوال one assignment and one another اللي هو quiz. علي مفلح العقلة الحراش موجود، محمد فوزي الجوابره، فرح، نعم دكتور، احمد المومني موجود، موجود، احمد ابراهيم، الغنيمات، احمد ابراهيم الغنيمات، طيب عبد الفتاح، ابراهيم حامد، محمد إبراهيم عقدة، إسماعيل موجود، هيثم، هيثم الشبلي، نتالي برعان، نتالي فاشل موجودة دكتور، موجود، أوكي، عمر وليد موجود دكتور. طيب إذا لغاية هون احنا بنكون أنهينا محاضرتنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي باللي هو المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.